لن تصدق هذا، لحظات نادرة لن ينساها عشاق كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. في عالم كرة القدم تحدث الكثير من المواقف الاستثنائية والمميزة والنادرة للغاية أيضا، فهناك أهداف تسجل بطرق عبقرية تجعل منها هدفا لا يتكرر إطلاقا، وفي هذا الفيديو سنشاهد ونستمتع معا ببعض من تلك اللحظات النادرة التي لن ينساها عشاق كرة القدم. لنبدأ. يتقدم لاعب المنتخب الإسباني وكاد أن يضع الكرة في الشباك لولا قدم ديفيد لويز التي أنقذت مرمى المنتخب البرازيلي في آخر لحظة. ردة فعل استثنائية ولا تنسى من حارس المرمى والذي وصلت الكرة من رأس اللاعب إلى يده بعد أن قفز بهذا الشكل لتصدي هذه الكرة المحققة. استلم هذا اللاعب الكرة وحاول مباغتة حارس مرمى الخصم إذ قام بهذه التسديدة القوية، لكن تابعوا كيف تصداها الحارس بهذا الشكل الرائع. تقدم لاعب فريق جالاتا سراي وبهذا الشكل الرائع كاد أن يتم وضع الكرة في الشباك لولا هذا المدافع، ولكن ارتدت الكرة من الحارس إلى الفريق الخصم ليقدم كرة على طبق من ذهب فيحرزونها هدفا. في هذه اللقطة الرائعة يمكنكم أن تتابعوا كيف قام هذا اللاعب بشكل سحري بالالتفاف وتمرير الكرة إلى زميله الذي تقدم ووضع الكرة على يسار حارس المرمى. تقدم هذا اللاعب هنا بهذه الكرة ثم أسقط المدافع وحارس المرمى بهذه الحركة ليرفع الكرة لوب من فوقهم ليحرزها في الشباك هدفا. كاد بواتينغ يدخل هو والكرة إلى الشباك، لكن في آخر لحظة وعلى مشارف خط المرمى قام بإبعاد الكرة ومنعها من دخول المرمى كما تشاهدون. كاليان مبابي يقوم بمراوغة رائعة، فتابعوا لاعب نابولي كيف يدفع خصمه بهذا الشكل حتى يقوم بإيقاف كاليان مبابي. في صدفة غريبة للغاية تابعوا هذه التمريرة إذ سقط هذا اللاعب ولكن برأسه قدم كرة إلى زميله مرت بين أقدام هذا المدافع. في هذه اللقطة تابعوا لاعب الخصم وكيف وصلت إليه الكرة لترتفع من فوق الحارس، وحاول هذا المدافع إبعادها لكنه دخل هو والكرة إلى الشباك هدفا بهذا الشكل. لنشاهد هذه التسديدة الرائعة من هذا المكان وكيف ارتقى حارس المرمى لإبعادها فترتطم الكرة بهذه الطريقة بالقائم الأيمن لحارس المرمى. يمكنكم أن تشاهدوا لاعب المنتخب الإيطالي وكيف دافع عن شباكه بالقفز وإبعاد الكرة بهذه الطريقة الغريبة والجميلة في نفس الوقت. وصلت الكرة إلى مانويل نوير فتمادى وهو يلعب بها إلى أن تمكن لاعب الخصم من الضغط، وبهذه الطريقة افتك الكرة ليضعها هدفا في الشباك. تسديدة استثنائية من كانتي لتدخل الكرة في الزاوية 90 هدفا ولا أروع لصالح فريق الاتحاد، تابعوا روعة وجمال هذا الهدف المميز. من منتصف الملعب تابعوا كيف لاحق الحارس جوهارد على هذا اللاعب الذي سدد كرة ساقطة، وقبل أن تصل الكرة إلى المرمى تمكن من إيقافها. في لقطة فريدة للغاية مرر لاعب جالاتا سراي الكرة إلى زميله إيكاردي، لكن تابعوا الأخير بدلا من إيداع الكرة في الشباك كيف سددها خارج الملعب. لنشاهد هذا المدافع الرائع وكيف اقتص الكرة من أمام راشفورد بهذا التدخل المميز. أحد أروع وأجمل المقصيات التي يمكنك أن تراها، فيمكنكم أن تشاهدوا هنا كيف وصلت الكرة إلى هذا اللاعب ليقوم بتعريضها، ويقوم زميله بعمل هذه المقصية الصاروخية والاستثنائية
مسجلا هذا الهدف الخرافي. تعرض بابلو جافي لضربة على الرأس بعد أن ارتطم بلاعب الخصم بهذا الشكل، ويبدو أن تمزقا حدث في أذنه، ويمكنكم أن تشاهدوا كيف تم تغريزه أثناء المباراة. هنا هذين اللاعبين ارتطما ببعضهما البعض وسقطا مصابان، لكن لاعبي الخصم تقدموا بهذه الكرة واستغلوا هذه الفرصة وتمكنوا من تسجيل هذا الهدف. يمكنكم أن تشاهدوا ماذا أضاع لاعب شختار دونيسك في هذه اللقطة، إذ وصلت الكرة من هذا اللاعب إلى زميله، وعلى طبق من ذهب كانت الكرة داخل الشباك ليتصداها هذا المدافع بقدمه. تقدم هذا اللاعب وبشكل رائع قام بمراوغة حارس المرمى، ولكنه بعد ذلك أودع الكرة خارج الملعب وأضاع هذه الفرصة أو الهدف المحقق. بإمكانكم أن تشاهدوا في هذا الهجوم لفريق تشيلسي كمية المدافعين الذين سقطوا، وكيف لم يستطع أحد إيقاف لاعب تشيلسي الذي أنهى الكرة في الشباك هدفا. يطلق هنا لاعبي ليفربول وابلا من التسديدات على هذا الحارس، فتابعوا ردة فعله بهذين التصديين المميزين للغاية. أحد أروع المقصيات التي لا يمكن أن تشاهدها إلا في أفلام الكرتون. تابعوا هذه المقصية المزدوجة من كلا اللاعبين ليتم تسجيل هذا الهدف الرائع الذي لن ينسى أبدا. حارسة المرمى كانت غبية بما فيه الكفاية أن تركت الكرة بهذا الشكل بعد سوء تفاهم مع هذه المدافعة، لتأتي لاعبة الخصم من الخلف وتستغل هذا الخطأ وتودع الكرة في المرمى. يمكنكم أن تشاهدوا جابرييل خيسوس وكيف خطف الكرة من أمام لاعب توتنهام، ولحسن حظ حارس المرمى أن تسديدة جابرييل عانقت الملعب من الخارج. وصلت الكرة إلى هذا اللاعب داخل منطقة الجزاء، فالتف مباشرة وحاول وضعها في المرمى، فتصداها الحارس ولكن أفلتت منه، ولولا استبسال هذا المدافع لدخلت الكرة في الشباك هدفا. ردة فعل استثنائية من حارس المرمى هذا، والذي تصدى الكرة بيده لترجع إلى لاعب الخصم فيضربها برأسه، لكن يتألق حارس المرمى مرة أخرى ويتصدى هذه الكرة. ارتقى هذين اللاعبين في الهواء لإبعاد الكرة، واحد برأسه وواحد بقدمه، ولكم أن تتخيلوا النتيجة التي كانت نهايتها بطاقة حمراء لهذا اللاعب. أحد أروع الأهداف التي يمكن أن تراها، إذ وصلت الكرة من تمريرة رائعة إلى هذا اللاعب، فشاهد كيف قام بتسديدها على الطائر لتنزل من فوق حارس المرمى هدفا استثنائيا بهذا الشكل. يمكنكم أن تتابعوا ردة فعل حارس أرسنال وكيف أبعد كرة لاعب توتنهام التي كانت هدفا محققا بردة الفعل الاستثنائية للغاية. هذا الهدف كلنا يحلم أن يسجل مثله، فتابعوا كيف وصلت الكرة إلى اللاعب ليقوم بكعبه من الخلف بوضع الكرة في الشباك كما تشاهدون وهو طائر في الهواء. في هذه اللقطة تقدم هذا اللاعب وراوغ الدفاع بشكل جيد، لكن عندما وصل إلى الشباك حاول أن يضرب الكرة بالكعب، لكنه ضرب الأرض وسقط بهذه الطريقة المحرجة للغاية. تابعوا هذا الخطأ من لاعب أرسنال ليتمكن الفريق الخصم من تسجيل هذا الهدف، ويمكنكم أن تتابعوا بعد ذلك كيف يقوم اللاعبون بوضع يدهم بهذا الشكل على لاعب أرسنال وهو ساقط على الأرض. حكاية هذا الحارس طويلة جدا، تابعوا في البداية كيف حاول اللاعب عمل المقصية لتصل الكرة إلى زميله، فحاول وضعها في الشباك ليتصداها الحارس على مرتين، وهنا الكرة الثالثة بإبداع قام بإبعادها، أما الأخيرة ارتطمت بالعارضة وذهبت بعيدا. تصد ولا أروع من هذا المدافع الذي أبعد الكرة بآخر لحظة عن شباك فريقه، إذ تابعوا كيف تقدم اللاعب وحاول إسقاط الكرة في الشباك لتتعدى الكرة من المدافع الأول، لكن الثاني ببسالة يبعدها عن المرمى. سدد هنا هذا اللاعب كرة لترتطم بالقائم الأيسر، لكن تابعوا المدافع وكيف قام بإبعادها
بهذا الشكل من أمام الشباك بطريقة مميزة. لنشاهد هذا الهدف الرائع والذي تلقاه تيبو كورتوا بعد أن كان متقدما بما فيه الكفاية ليسمح للاعب الخصم بتسجيل هذا الهدف الاستثنائي. كادت الكرة أن تدخل في الشباك لولا مقصية هذا المدافع الذي أخرجها بشكل إبداعي. هذا المدافع لا يتكرر كثيرا، إذ تابعوا كيف سدد لاعب الخصم الكرة ليقوم هو بصدها فترتد إلى لاعب آخر فيقوم بتسديدها، فيتصدى المدافع الكرة بوجهه بهذا الشكل الجميل. ظن هنا لاعب بايرن ميونخ أنه سيسجل هدفا لا محالة بعد أن راوغ الحارس، ولكنه تباطأ قليلا ليجعل لاعب الخصم من خلفه يتمكن من إبعاد هذه الكرة التي كانت هدفا محققا. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.